ربما تكون الضربة الركنية اللي تحمل خبر سعيد. التحول ومرة أخرى أيضا إلى الأمام تلحق في الجول. جول في الوقت بدل الضائع. بروسيا دورتموند تعود إلى المباراة في الوقت بدل الضائع. يسجل إذن هدف التعادل. بروسيا دورتموند يعود للمباراة في الوقت بدل الضائع. يأتي ويسجل الهدف هدف التعادل بواسطة اللاعب ديدي اللاعب البرازيلي اللي أمس احتفل بعيد ميلاده. لكن لاحظ المجموعة الكبيرة من لاعبي الفريقين الحاضرين في هذه اللقطة. لاحظ الكرة اللي تلعب وصلت بهذا الشكل من ديدي. أمس كان يوم عيد ميلاده واليوم يسجل هدف التعادل وينقذ بشكل مؤقت بروسيا.